السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. سؤال بعد اذنك يا شيخ، سؤالين. تفضل. سؤال يا شيخ، دلوقتي انا رجل يعني صاحب تجارة، تمام؟ ففي حد اتفقت معاه على شغلانة، الشغلانة دي وليكن مثلا ب300,000، تمام؟ ماشي. فهو دفع دفعة مقدمة، يعني احنا اتفقنا ان الشغلانة دي بمبلغ كذا. دفع دفعة مقدمة 100,000. وانا اخدت الفلوس، تمام. وعلى ميعاد محدد هنشتغل وهاخد باقي الفلوس. جه وحصل معاه ظروف وكده، فأجل ان هو مش قال لا مش هنشتغل دلوقتي. ولكن 100,000 خليها معاك لما اجي اشتغل، تبقى انت وصلك 100 ونكمل باقي بقيت ايه الشغل، سواء الاسعار رفعت او ما رفعتش، اللي فيه اتفاق جديد. تمام يا شيخ؟ والله انت لا، هات لي سؤالك من الاول. بص يا شيخ، انا صاحب تجاره، تمام؟ نعم. في شغلانه انا اتفقت عليها وليكن مثلا ب 200,000. ايوه. واتفقنا على ميعاد معين انا هركب الشغل وهاخد بقيه فلوسي، خدت مقدم 100,000. يعني انت بتشتغل ليه؟ مش فاهم يعني. انا شغال في تركيبات يا شيخ، تركيبات كهربائيه. انت شغال في تركيبات كهربائيه وبعدين؟ تمام. اظنك اتفقت مع عميل على شغلانه ب 200,000. ايوه، يعني عميل مش شريك يعني. عميل؟ ايه؟ لا، عميل انا عامل له شغل. نعم. فانا خدت منه 100 مقدمه. صحيح. بعد وال 100 الثانيه لما نركب ان شاء الله هخلص تركيب واخد بقيه حسابي. طيب كلام مظبوط. ها؟ لا، جينا في ميعاد التركيب هو حصل عنده ظروف، فاصبح هو مش هيركب دلوقتي. ايوه. واصبح انا معايا 100,000. قال لي خلي ال 100,000 معاك لحد ما انا اركب ثاني، نبقى نشوف الاسعار، لو رفعت نتفق اتفاق جديد وانت واصلك 100,000. ازاي نتفق اتفاق جديد يعني؟ تمام. كلام لكن هو اخر يا شيخ، اخر يعني سنه. الاول عفوا. ايه؟ كان ينبغي اذا توقف عن العمل ان تحسب قدر عملك وتاخذ قدر عملك ساعه التخرج. ما في حته يا شيخ، في حته. هو كده كده هيشتغل بس مش دلوقتي. طب ما هو عفوا ما هو اجل غير مسمى ده في ارهاق للاطراف. السؤال يا شيخ كمان، السؤال هنا في ايه؟ السؤال هنا في ايه؟ انا ال 100,000 اللي انا خدتها منه دخلتها معايا كمان في التجاره. ايوه. يعني مثلا جبت خامات وبعت وشريت، وهي موجوده ال 100,000 بتاعته بتروح وتيجي والكلام ده كله. هل ليس له في مكسبه ولا في خسارتها. انت اخذت 100,000 على اساس مقدم عمل وبدات العمل، وجئت عند مرحله من المراحل قال لك وقف. فعلا. لا، انا مفيش مرحله، احنا ما عملناش اي مرحله، احنا لسه ما اشتغلناش. يعني لسه مش هو قال لي وقف، قال لي هنأجل الشغل. طيب عفوا، هو ال 100,000 ده قال لك شغلها لي معاك؟ لا، هو واخدها. انت مدين له ب 100,000 فقط.